حلفت يا اختي ما انا ماشيه الا لما يلموا لي كل الاكل واخده معايا في كيس. معاك ما دمك سكر. بس انا يا اختي زعلانه منك كده برضك يا انجي، تشتري غساله جديده وما تقوليش لجارتك حبيبتك. ايه يا اختي، خايفه احسدك ولا كنتش احسدك؟ على العموم الف مبروك. الله يبارك فيك يا هبه، بس انا لسه كنت هقول لك حالا اهو. بس انت عرفتي منين يا قروبه؟ يا اختي هو في حاجه بتستخبى؟ ده الغساله صوتها ملعلع كده ومالي العماره كلها. والله اللي يا اختي، هو انت لا مؤاخذه يعني زي ما بيقولوا كده بتشخري وانت نايمه ولا دي اشاعات؟ لعلمك انا ما صدقتش وقلت لهم لا اكيد دي اشاعات، دي انشي دي حبيبتي. وانا صوتي برضو ملعلع في العماره كلها؟ خليناش نتكلم بقى، خلي الطبق مستور. اسرار. نعم يا ستي. لمي هدومك يا حبيبتي. ليه يا ستي؟ من غير ليه يا ستي؟ بره. والله خسرتيها، دي كانت كتومه قوي قوي. اسرار اسرار بنت اسرار. هاي علي، اسرار مش موجوده، كنت عايز حاجه؟ كنت عاوزه تعملي كوبايه شاي. البنت المزغوده دي راحت فين؟ شحنتها على بلده. اصلها بصراحه يا علي مطلعه كل اسرارنا بره البيت ومشردانه عند الجيران، قلت بقى الحق اطردها قبل يوم الخميس بدل ما تشرد لك انت كمان، يعني انت فاهم يا حياتي؟ والله عندك حق، دي راحت في 60 ده. ده انا كنت حاسس ان انا قاعد مع رافض الهجان يا شيخ. دي كانت بتطلع لي من حتت غريبه، دي كانت بتلبس غيارات هي انجي. هينكشحت بقى يا حبيبي، البس غياراتك براحتك. طب مين الجميل الامور اللي هيعمل لي كوبايه الشاي اللي نفسي فيها؟ لا يا علي، لا يا علي، الشاي بيسهر يا حبيبي بيسهر، وبعدين انت عندك شغل بكره بدري. بس لو مصر قوي يعني ان انا اعمل لك كوبايه شاي، اللي عندي قبل اللي عندي. وانا بديك الساعه لما علي حبيبي جوزي يطلب مني حاجه. بس بقى ايه رايك تقوم معايا وتساعدني في لم الغسيل ونطبقه مع بعض ونقعد نرغي كده؟ هتلاقي سبحان الله يا علي سحر سحر، النوم راح كبس عليك على طول. هو مبدئيا النوم كبس عليا، وبعدين الشاي بيسهر فعلا. حبيبتي هاي يا ست الكل، تأمرنيش بأي خدمة تاني؟ أم عفيفي عايزاك تبيضي وشي. ها ست انجي ديت تحطيها على دماغك كده هوت وتخلي الشقة ديت زي الفل. يلا يا حلو، خشي بقى المطبخ شوفي بقى المقشة، ويلا لمي بقى الدنيا، يلا اتكلي على الله. يلا يلا هاي يا ست الكل، عايزاش حاجة مني تاني؟ اسمعيني كويس يا سيدة، انا لو حصل لي المشهد بتاع رجلي بتوجعني يا بنتي والنبي ايدك حنينه قوي، عارفه المشهد ده؟ اقسم بالله لو حصل هجيبك من شعرك. وحياة النبي ضحكتيني يا ست الكل. لا ما تخافيش، بالك ام عفيفي دي بتشتغل في البيوت وهي بنت 7 سنين كده اهوت، واسم الله على مقامك مجوزه 6 بنات ومشوراهم شوار ايه عقبال ما تجيبي لعيالك يا رب. ودلوقتي بقى نزلت تشتغل علشان تشور الاحفاد. عندها احفاد كمان؟ ما ما شاء الله ما شاء الله، بس اديني حذرتك. لا ولا يكون في بالك ابدا، ده اسم الله على مقامك صحتها ايه عافيه. ادعي بس كده هوت من قلبك ان يدينا ويديكي ربع عافيتها ديت. ها عايزاش حاجه مني تاني؟ هنزل بقى علشان المطرح لوحده والسمغاوري مش موجود. اي خدمه؟ لا متشكره، اتفضلي. تعيشي يا اختي وتدي. سلام عليكم. وعليكم السلام. حسيتها ربنا يستر. الست دي بأمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي ولا آخر صبرها. طول عمري متربي هي الوحيدة ما فيش غيرها، طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها، الجنة تحت أقدامها، وأنا لو هعيش خدامها، مش هوفي أجرها، ستي دي أمي. ليه بس يا
سيدة، أنا مستعدة حبيبتي أديها الفلوس اللي كانت بتاخدها كل شهر بس تقعد في بيتهم. حرام ست كبيرة في سنها تشتغل. إذا كان بقى يعني عيالها مستحملين، أنا قلبي يا ستي ما يستحملش. آه، واحدة تانية اسمها نعمات؟ طب هي اللي عندها قد إيه نعمات دي؟ 40؟ حلو 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 40. آه طيب يا حبيبتي ماشي، مع ألف سلامة. يا رب يا مسهل، ربنا يجعلك من بتوع ألعاب القوى يا نعمات يا رب. حاضر يا ستي. وما تنسيش ما تنسيش تشدي السيفون، أنا على طول بفكرك يا نعمات. حاضر يا ستي. طيب قومي بقى شطبي اللي في المطبخ واعملي لي كوباية شاي حلو بعد ما تخلصي. يلا يا صلاة الزين، هو ده تلفزيون ولا شاشة سيما؟ يا شيخ الله يخرب بيتك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. النور عندكم ما بتقطعش ابدا. فيخ ما اول عده دي يا انسة مي، هي بكامرتين؟ ميرسي. نعمات حبيبتي ممكن تعملي لي نسكافيه؟ حاضر. شكرا. تتعرش التليفون يتكسر. خدي روحي. انا اسفه. رغم ان انا هتلطم من بعدك. نعمات انتي طالق، قصدي اطلعي برا بس بعد ما تعملي النسكافيه والنبي. صباح الخير يا علي، انا نازله عايزه حاجه. عايزه من حضرتك كارت ال 100 جنيه وانت جايه، لحسن رصيدي ما بقاش فيه الا 50 جنيه. لا يا علي كده كتير، حاطه لي التليفون رشقاه طول النهار في الطرحه بتاعتك واقول ماشي عديتها مع ان الحركه دي بتفرسني. لوك 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 صداع ليل ونهار في التليفون واقول ماشي سيبيها تتسلى، انما اول امبارح اكون جايبه لك كارت ب 100 جنيه والنهارده تطلبي تاني؟ انت كده بتاخدي مره ونص قد مرتبك كروت شحني حبيبتي، كده كتير. ما انت لو كنت دخلتيني على الباسبورت والنت كان زماني دلوقتي وفرت عليكي. استني استني، الايه؟ الباسبورت والنت. كان زمان دلوقتي وفرت عليكي وكلمت الناس كلها على الفايبر او على البي ام او على الواتس. لا وعلى ايه؟ ليه كل الشغلانه دي فايبر واتس لا انا اقول لك حاجه، سيبك من كل ده والبسي كده هدومك وانا هبعتك لحد عندهم تتكلمي معاهم بقى فيس تو فيس بقى. وايه هيصه؟ ايه رايك؟ ليه كده يا مدام؟ يلا حبيبتي.
واظبرت واظبرت.